أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في غدد جديد من برنامج خبيث الجزائر، البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية. إذن جددت الجزائر دعوتها إلى مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بكافة صوره ووضع خط للممارسات التي تستهدف زعزعة استقرار الدول. جاء هذا خلال بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف صباح الأحد مقر وزارة الداخلية بالعاصمة التركية أنقرة. في حديث الجزائر الليلة سنقف عند التجربة الجزائرية كنموذج لمواجهة الإرهاب في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة، وأيضا أهمية المؤتمر الدولي لتنمية منطقة الساحل الذي اقترحت الجزائر عقده. ويشاركنا النقاش الليلة في حديث الجزائر الأستاذ أمين بالعمري الكاتب الصحفي. أهلا بكم أستاذ، مرحبا. حياة طيبة لك ولضيوفك ولمشاهديك. ومعنا أيضا عبر سكايب كل من الدكتور عبد القادر صوفي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بكم أستاذ، مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي لك ولضيفاتي الكرام. ومن جنيف معنا البروفيسور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف، أهلا بكم، مرحبا. مرحبا بك وبضيوفك وبمشاهديك الكرام. إذن نبدأ مباشرة أستاذ بالعمري، الجزائر ومن أعلى هرم للسلطة تدعو إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب، دعوة من دولها من دولة إذن لها خبرة كبيرة جدا في محاربة الظاهرة الإرهابية بشهادة العالم. على كل أعتقد أن الجزائر طالما دعت في العديد من المرات إلى ضرورة تضافر الجهود وإلى ضرورة معالجة الظاهرة الإرهابية بمقاربة شاملة وليس بمقاربة تعتمد فقط على طرق الصلبة، ولكن المزج بين طرق المرنة أي التنمية الاقتصادية وتنمية المناطق التي طالما شكلت مستنقعات للظاهرة الإرهابية. وبالتالي أعتقد أن الجزائر هذه المرة تجدد من خلال رئيس الجمهورية الذي عبر عن دعمه ودعم الجزائر وتضامنها مع ما حصل في تركيا في الهجوم الإرهابي في تركيا. وبالتالي أعتقد أن الجزائر طالما والتي خاضت معركة وكانت فيها وحيدة ضد الإرهاب عندما كان العالم يعتقد بأن الظاهرة الإرهابية مرتبطة بعرق معين أو بجغرافية معينة، حينها الجزائر كانت تؤكد على أن الظاهرة الإرهابية هي ظاهرة عابرة للحدود يمكن أن تضرب في أي مكان، وهذا ما حصل. ولكن أعتقد أن العالم لم يستوعبها ما كانت تدعو إليه الجزائر إلى غاية 11 سبتمبر 2001 عندما هاجمت أو استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ ذلك الوقت أصبحت هناك يعني كلام عن ضرورة تضافر الجهود و توحيدها من أجل مواجهة الظاهرة الإرهابية. وبالتالي الجزائر ترى بأنه بدون تضافر الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي لا يمكن مواجهة الظاهرة الإرهابية، لأنه ليس هناك أي دولة في منأى عن الهجمات الإرهابية، والإرهاب الذي كان يضرب في بعض البلدان الفقيرة أصبح اليوم يضرب في كبرى العواصم الأوروبية في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أعتقد أن امتداد الأذرع الإرهابية عبر شبكات دولية وإقليمية، أعتقد أن هذا يدعو الدول إلى ضرورة التضامن كما تتضامن الجماعات الإرهابية، لأن الجماعات الإرهابية التي يعني تنتظم في شبكات إرهابية منظمة لها أذرع على الصعيدين الإقليمي والدولي، هذا التحدي يفرض على الدول كذلك وعلى المجتمع الدولي أن تكون مواجهة هذه الظاهرة عن طريق تضافر الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي كذلك لمواجهة هذه الظاهرة العالمية الكونية. نعم. طيب بروفيسور رياض السيداوي، لطالما رفعت الجزائر من أجل مكافحة الإرهاب وأيضا قدمت مقاربة جزائرية وأيضا حذرت دائما ومنذ زمن بعيد تحذر من هذه الظاهرة الغابرة للحدود كما أشار ضيفي في الأستوديو الأستاذ أمين بالغمري. نعم بالتأكيد الجزائر أصبحت مدرسة في محاربة ومكافحة الإرهاب
حتى ان الولايات المتحده الامريكيه والغرب بصفه عامه لم يساعد الجزائر في حربها على الارهاب. في فرنسا كانوا يطرحون اسئله سخيفه وساذجه، من يقتل من، ويشككون في الدور الجزائري البطولي جيشا وشعبا وقياده في مكافحه الارهاب. الولايات المتحده الامريكيه بعد ضربه 11 سبتمبر 2001 تفطنت الى انها أمام مأهول اسمه الإرهاب، وبحثت من هي الدولة الأولى والأكثر كفاءة وقدرة وإمكانيات وتجربة، أكرر تجربة، في مكافحة الإرهاب هي الجزائر. فتواصلت مع الجزائر، نلاحظ حتى أكثر الوفود العسكرية التي تأتي من أمريكا إلى الجزائر دائما تريد أن تناقش وتبحث في الإرهاب، وعندها ثقة بعد 11 سبتمبر أصبحت عندها ثقة في الجزائر وفي تجربتها في مكافحة الإرهاب، وبدأ هناك تفاهم لما قامت به الجزائر العشرية السوداء، لأنها واجهت بمفردها، أكاد أقول قلة قليلة وقفوا معها، ربما إيطاليا في أوروبا وقفوا معها في حرب الضروس ضد الإرهاب، لكن كانت كما قلت من يشكك في بعض العواصم الغربية والعراسية باريس. إذن ثم تسليم أمريكي بعد 11 سبتمبر أن الجزائر مدرسة في مكافحة الإرهاب، يجب الإصغاء إليها، يجب الاستفادة من تجربتها، كيف انتصرت لوحدها وبمفردها وبدون أن تشكل تحالف 30 أو 40 مثل ما عملت الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث سبتمبر. إذن ثم وعي جديد بدور الجزائر. لما تتحدث الجزائر عن مفهوم الإرهاب فهي لا تتحدث من فراغ، وإنما من تجربة، من ملفات، من تراكمات عملية. أصبح جيشها الثقيل التقليدي أكبر جيش العالم قدرة ومعرفة بحرب الأدغال وحرب الإرهابيين الذين يمارسون حرب العصابة. نعم. دكتور عبد القادر صوفي، البروفيسور رياض السوداوي قال أن هناك اليوم وعي جديد للدور الجزائري. طيب، ما أهمية التجربة الجزائرية كنموذج لمواجهة الإرهاب خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة؟ أظن أن الأستاذ رياض السوداوي في خلال حديثه تحدث عن لب الإرهاب في العالم، ألا هي المقولة التي طرحت في فرنسا، من يقتل من؟ فالجزائر توصلت من خلال تجربتها في مكافحة الإرهاب إلى الإجابة على هذا السؤال. من يقتل من؟ هي مجموعات إرهابية تقتل مواطنين وتزرع الإرهاب عبر الأقطار. وهذه الجماعات الإرهابية مكونة من جزئين، أمراء الحرب ومجموعة المغرر بهم، سواء بسبب اللوندوكترينمون أو من خلال الجهل أو لأسباب مادية أخرى. من يقف من وراء الجماعات الإرهابية؟ أيضا استطاعت الجزائر أن تجيب عن هذه الأسئلة. هذه الجماعات المتطرفة وهذه الجماعات الإرهابية تمولها وتدعمها وتقف من ورائها فواعل دولتية وفواعل فوق قومية، أي مؤسسات اقتصادية هدفها هو تحطيم الدول وتحطيم الثقافات والشعوب من أجل الانتصار لمصالحها الذاتية. فالجزائر التي كافحت لأكثر من ربع قرن الإرهاب استطاعت أن تكتسب خبرة لا مثيل لها في العالم، وهي الدولة الوحيدة الرائدة التي استطاعت بناء شبكة متجانسة أمنية ما بين الفواعل الصلبة والفواعل الجينة لمكافحة هذه الظاهرة. واليوم كما ذكر ضيفاكي أن القدرة التي تتمتع بها الجزائر في مكافحة الإرهاب ليس فقط بل دعوتها للمجتمع الدولي للتكاتف من أجل محاربة هذه الظاهرة العالمية والتي هدفها ضرب كل القيم العالمية والإنسانية في العالم كيفما كانت. الأكيد أن ما حدث في تركيا وفي بيان رئاسة الجمهورية الذي خص تركيا خص أيضا مناطق مثل مالي ونيجر، ونحن نعلم جيدا أن
المقاربة الجزائرية تبقى هي المقاربة الوحيدة الأمثل والتي تبنتها هيئة الأمم المتحدة وحتى بعض الدول بما فيها الولايات المتحدة. نعم. طيب أستاذ أمين بالغمري، في بيان الرئاسة الجزائرية الذي تضمن إدانة الفغل الإرهابي الذي وقع صباح الأحد بأنقرة، الرئاسة الجزائرية شددت على وضع حد للممارسات الهادفة لزغزغة استقرار الدول، ما المقصود هنا؟ أعتقد أن هذا يحمل إشارة واضحة إلى من يوظفون الجماعات الإرهابية لضرب استقرار بعض الدول أو ابتزازها من خلال الجماعات الإرهابية، لأن الجميع يعلم بأن هناك أطراف وهناك دول تستعمل الجماعات الإرهابية من أجل بث الفوضى في بعض الدول وابتزاز بعض الدول من خلال هذه الجماعات الإرهابية. وأعتقد أن ما جاء مثلا على لسان السلطات المالية عندما اتهموا بشكل مفتوح وواضح السلطات أو فرنسا بأنها ضالعة في دعم جماعات إرهابية في مالي، وبالتالي أعتقد أن بعض الدول تستعمل أو توظف هذه الجماعات الإرهابية من أجل ضرب بعض الدول أو ابتزازها أو غير ذلك. ولكن في الكثير من المرات انقلب السحر على الساحر. أعتقد أن ما حصل مثلا في العراق أو في سوريا والدعم الذي تلقته الجماعات الإرهابية من بعض الدول الأوروبية بين قوسين، ما حصل بعد ذلك أن الجماعات الإرهابية عادت إلى دولها الأصلية إلى أوروبا وقامت بعمليات إرهابية بعدما تشبعت بالفكر الإرهابي المتطرف في تلك الدول. وبالتالي أعتقد أن الجزائر عندما تتكلم على ضرورة عدم استعمال الجماعات الإرهابية أو الإرهاب أو وضع حد لتوظيف الإرهاب لضرب استقرار الدول أو المجتمع الدولي، أعتقد أن ذلك نابع من مقاربة الجزائر كذلك التي دعت إلى ضرورة استباق مكافحة الإرهاب بمكافحة أو معالجة التطرف العنيف، لأن الظاهرة التي تسبق الإرهاب هي ظاهرة التطرف، وبالتالي لا يكفي أن نعالج الإرهاب عن طريق المقاربات الصلبة أو العسكرية، ولكن لابد من تبني مقاربة لاجتثاث الظاهرة الإرهابية من جذورها، لأن الإرهاب فكرة والفكرة يجب محاربتها بفكرة أخرى مع مواصلة مكافحة الإرهاب، لأن مكافحة الإرهاب وحده لا يكفي إذا ظل هناك إرهابيون آخرون مشبعون بالفكر الإرهابي وسيتحولون أو بالفكر المتطرف، وهم من سيتحولون مستقبلا إلى جماعات إرهابية تقوم بتنفيذ ذلك الفكر المتطرف الذي تشبعوا به من خلال العمليات الإرهابية، وبالتالي لا قنابل موقوتة. إذن بروفيسور رياض السداوي، الظاهرة الإرهابية كما أشرنا ظاهرة غابرة للحدود لا تعترف بالدولة بمفهومها الجغرافي والقانوني، أي هي تهديد غابر للحدود؟ من هذا المنطلق كيف تقرؤون ضغوة الرئاسة الجزائرية اليوم في بيانها؟ هي فعلا عابرة للحدود، فيجب أن توضع النقاط على الحروف. الرئاسة تقول أن الإرهاب ليس محل، الجزائر عانت لوحدها في العشرية السوداء، لكن الآن يجب أن يتضامن العالم في مكافحة الإرهاب، لأن هذا الإرهاب نفسه هو معادي للحدود. ثم بزنس الإرهاب، وأنا اسمحي لي يعني أعمل كتابين، واحد بالعربي واحد بالفرنسي حول الإرهاب وداعش، عربي خريف الدم العربي إصرار داعش وخواته، بالفرنسوية دي فرانتون أغابة داعش، عندي كتاب جاهز على العشرية السوداء في الجزائر، لأرمي الجيريان فاسو تيروريزم سيولا دي سيني نوار، يعني جيش جزائري في مواجهة الإرهاب حول العشرية السوداء. الإرهاب أيضا، وهذا شري مرة رئيس عبد المجيد تبون قال، يعني آلاف أطنان من السلاح مرت من الشرق الأوسط من سوريا والعراق إلى ليبيا، ومن ليبيا ذهبت إلى منطقة الساحل والصحراء. بمعنى، خلينا نكون صريحين مع مشاهدينا الكرام، نعم أجهزة مخابرات دولية تستخدم في بعض الأحيان ورقات الإرهاب لما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحها أو لضرب خصم لا تريده، تستخدم له ورقة الإرهاب. وأنا اشتغلت، لأن علمي أكاديمي لا أتي بأي شيء من رأسي، يعني اشتغلت على تصريحات المسؤولين، مثلا مسؤولي ثلاثة دول إفريقية يتهمون رسميا أن فرنسا
دعمت مجموعات إرهابية آخرهم مسؤولين عسكريين في النيجر، سابقهم مسؤولين عسكريين في مالي، سابقهم مسؤولين عسكريين في بوركينا فاسو. هذه دول بجهزتها بجيوش ومخابراتها اتهمت فرنسا في لما يأتي نظام معادي لمصالحها فهي تحرك له ماذا؟ إذن الإرهاب هو صناغة غربية يستعمل كورقة للضغط كما أفهم الكلام. نعم عفوا، وعندي أغرب تصريح على الإطلاق، لأن كما قلت لك أنا أستخدم كلامهم هم وليس كلامي. لورون فابيوس وهو وزير خارجية فرنسا هذاك يقول بالحرف الواحد النصرة فادي بومبولو أنصيري، النصرة وهي فرع القاعدة في سوريا، النصرة جبهة النصرة هي فرع القاعدة في سوريا، لأن تنظيم القاعدة في سوريا تقوم بعمل جيد في سوريا، هو يطبل ويمدح لأنه بلده في علاقة سيئة مع دولة سوريا، إذن هو يشكر وينوه بتنظيم إرهابي يعتبره مجلس الأمن حسب قرار مجلس الأمن، يعتبر تنظيم القاعدة ومشتقاتها وتنظيم داعش تنظيمان إرهابي. أريد أن أقول أن الإرهاب في بعض الأحيان يلبي مصالح هذه القوى العظمى حينما تواجه أنظمة وطنية فتحرك، أو أنظمة وطنية وتضع مصالحها على المحك تحرك لها هذه الجماعات الإرهابية. نعم. طيب دكتور عبد القادر الصوفي، ما حدث وما يحدث اليوم سبق وحذرت منه الجزائر عديد المرات، ما الذي تنتظره المجموعة الدولية لتفعيل المقاربة الجزائرية التي كما ذكرت منذ قليل مبادرة تم الإشادة بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأخرى؟ أظن أن ربما لا أختلف مع ضيفك حين نقول أن الإرهاب اليوم هو صناعة غربية، لكن أمراء الحرب هؤلاء يخضعون لأجندات وينفذون أجندات في مناطق معينة، والدليل أولا أن كل عمليات الإرهابية عندما نحاول أن نفسر أسبابها فلا نجد لها سبب ديني، فلا نجد لها سبب يرتبط ربما بالمقالات أو بما تحرك هذه الجماعات الإرهابية، اللهم إلا إذا جمعنا هذا مع خطابات رسميين غربيين ومصالح معينة ومحطات دولية هنا وهناك تسبقها أو تأتي من وراءها عملية إرهابية، ما يؤكد أن هذا مرتبط تماما بالسياسات بعض الدول. وعلى هذا الأساس الجزائر وحدها تحملت ولأكثر من 10 سنوات العمليات الإرهابية وهذه الظاهرة، وتأكدت أنها ليست ظاهرة محلية بل هي ظاهرة عبر الأوطان ودولية. ذكر الأستاذ بالعمري أمير وهو مشكور حين تحدث عن المقاربة الجزائرية فيما يخص مكافحة الإرهاب، فيكفي أن يكون العمل المسلح وحده ومكافحة هذه الجريمة بقدر ما يجب الذهاب بطبيعة الحال إلى الأسباب الأولى، والأسباب الأولى هي تطوير مقاربة تنموية شاملة تمنع أو تضع حد ما بين المجتمعات المتضررة وظاهرة الإرهاب التي تبحث دائما في فقر المجتمعات بحيث تأخذ الطاقات البشرية بسبب المجاعة، بسبب قلة المداخيل، بسبب الحالات الاجتماعية، فهؤلاء يصبحون عرضة للجريمة المنظمة وعرضة للجماعات الإرهابية التي تستغلهم كدروع بشرية في عمليات كاميكاز انتحارية من أجل مقابل مادي بخس. بل ولكن نحن نعلم أن اليوم مثلا نيجر ومالي بعد طرد مجموعة برخان ومجموعات عسكرية فرنسية قامت ظهرت من جديد جماعات إرهابية في عمليات نوعية، ما حدث أيضا يمكن الأكيد أن هناك دول لها مصالح أن تكون المنطقة مناطق الطاقات ومناطق الخيرات تكون بؤر توتر، وهناك دول أخرى
تعمل جاهدة مع الجزائر لمنع هذه الجماعات الإرهابية. نعم. سنعود إلى ذلك أستاذ بعد الفاصل. إذن مشاهدينا الكرام بعد الفاصل، ما أهمية العمل الثنائي والجماعي لدول المنطقة لمواجهة الظاهرة الإرهابية؟ مشاهدينا الكرام اهلا بكم الى الجزء الثاني من برنامج حديث الجزائر. اذا حديثنا يتواصل دائما حول دعوه الجزائر الى مواصله تضافر الجهود الاقليميه والدوليه لمحاربه الظاهره الارهابيه. اذا استاذ بالعمري، نتحدث دائما عن اهميه العمل الثنائي والجماعي لدول المنطقه لمواجهه الظاهره الارهابيه، وهو ما اشار اليه في ختام حديثه قبل الفاصل الاستاذ عبد القادر الصوفي. هو صحيح، اعتقد ان هناك الاليات الثنائيه وهناك الاليات متعدده الاطراف. نعم. او الجماعيه فيما يخص مكافحه الظاهره الارهابيه، وتاتي هذه الاليات عاده فيما يسمى بالتعاون الاستخباراتي او التعاون العسكري وتبادل المعلومات الى غير ذلك. اعتقد ان هذا شيء مهم ومهم جدا، لانه في اخر المطاف اعتقد ان التعاون الثنائي هو النواه الاولى ل التعاون متعدد الأطراف أو التعاون الجماعي، لأن الآن أعتقد أن الظاهرة الإرهابية بما أنها ظاهرة عبر الحدود وتهدد جميع الدول، أعتقد أن عليه على كل الدول أن تتضامن وأن تعمل بشكل مشترك ومتضامن في مكافحة هذه الظاهرة. أعتقد أنه يعني في الكثير من الحالات، خاصة عندما نتكلم على الجزائر وما عانته في مرحلة الإرهاب والتي واجهت الظاهرة الإرهابية منفردة في تلك الفترة، يعني حتى بعض الدول منعت على الجزائر بعض التكنولوجيات التي تساعد أو طلبها الجيش الجزائري في ذلك الوقت أو الدولة الجزائرية من أجل مكافحة الإرهاب. يعني أبسط الأشياء منعت على الجزائر في إطار بعض التبريرات التي لا معنى لها في ذلك الوقت، مثل من يقتل من وغيرها من الأشياء. وبالتالي أعتقد أنه من الضروري أن تكون هناك آليات ثنائية ومتعددة الأطراف ل مكافحة الظاهرة الإرهابية، وأعتقد أنه من المهم كذلك تبادل الخبرات فيما يخص مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية، لأنه بأي حال من الحالات لا يمكن أن نحارب الإرهاب إن لم تتوفر المعلومة الأمنية، والتي هي مهمة ومهمة جدا، لأن الإرهاب ينتظم في شبكات إقليمية ودولية، والدول إلى حد الساعة للأسف لا تزال بعضها أو بعضها لا يزال يشتغل بشكل منفرد في مكافحة الإرهاب، ويعتقد بأن هو في منأى عن هذه الهجمات الإرهابية. وبالتالي أعتقد أن ما يحصل اليوم من هجمات إرهابية، وربما من كان يعتقد بأن الإرهاب قد خفت، أعتقد أن هذه العملية الإرهابية تؤكد بأن الإرهاب لا يزال موجودا. ومؤخرا تكلم وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف على وجود جيوش إرهابية وليس جماعات فقط تنشط في منطقة الساحل مدججة بأثقل الأسلحة التي تضاهي أحيانا. نعم. الأسلحة التي تمتلكها الجيوش النظامية. الآن أعتقد أننا عندما نتكلم على تجربة الجزائر، وهذا مهم جدا، أعتقد أن التجربة الجزائرية رائدة كذلك في شق مهم ومهم جدا، وهي يعني السرعة الهائلة التي استطاع بها الجيش الجزائري أن يتكيف مع مكافحة الجماعات الإرهابية، لأنه في العادة الجيوش النظامية التقليدية لا يمكنها أن تواجه حرب العصابات، ولكن الجيش الجزائري استطاع في فترة وجيزة أن يتكيف مع حرب العصابات وأن يواجه الجماعات الإرهابية من خلال التعاطي معه بما يسمى بتأسيس فرق النخبة في الجيش الوطني الشعبي وفي مختلف مصالح الأمن، التي قامت بحرب ضاروس وفعالة وناجعة جدا في مكافحة هذه الجماعة. نعم. طيب أستاذ رياض الصداوي، عطفا على كلام الأستاذ أمين بالعمري، نتحدث اليوم عن جيوش إرهابية وليس جماعات إرهابية، ما مدى انعكاس التنسيق الثنائي أو متعدد الأطراف بين الدول لوقف هذه الظاهرة الغابرة للحدود؟ نعم، هي ظاهرة عابرة للحدود، وأخشى ما أخشاه هو الإرهاب الوظيفي. الإرهاب الوظيفي بمعنى توظيف الإرهاب لتحقيق مخططات ما. لو نظرنا لخريطة الإرهاب في العشرية الماضية
لوجدناه تركز في سوريا بدرجة أولى، ثم العراق، العراق سوريا، ثم انتقل إلى ليبيا، ثم من ليبيا انتقل إلى منطقة الساحل والصحراء. لماذا أقول الإرهاب وظيفي؟ سأعطي مجرد مثال، أعطي مثال يشرح ذلك. داعش، ما هي داعش؟ داعش هي الدولة الإسلامية في العراق والشام، بمعنى تقسيم العراق وسوريا في نفس الوقت على أسس طائفية. دولة سنية تشمل جزء من العراق وجزء من سوريا والبقية كانتونات طائفية. برنار باجولي وهو أنذاك مدير المخابرات الخارجية الفرنسية دي جي اس، برنار باجولي يقول بالحرف الواحد في 25 أكتوبر 2015 في واشنطن بعد لقائه بمدير سي اي اي ومدير الام اي 5 وام اي 6 البريطانيين، يقول انسوا خرائط سوريا والعراق الحالية، ثم خرائط جديدة ستتشكل، ثم خرائط جديدة ستتشكل. بمعنى أنه داعش بكل بساطة تقسيم العراق وسوريا على أسس طائفية، هذه كانت وظيفتها، فشلت في الوظيفة طبعا بالتدخل الروسي القوي وبصمود سوريا والعراق ضد الإرهاب. انتقلت إلى ليبيا وعرفنا داعش في سرت وأنصار الشريعة في دارنا، انهزمت أيضا فانتقلت إلى منطقة الساحل والصحراء. لهذا تساءل الرئيس عبد المجيد تبون وهو محق في تساؤله، كيف لأطنان من السلاح، مئات الأطنان من السلاح تنتقل من ليبيا إلى منطقة الساحل والصحراء، كيف انتقلت، من وراها ومن أوصلها؟ إذن ثم الإرهاب الوظيفي. الجزائر في الواقع بهذه المبادرة التعاون الدولي تريد أن تحمل الجميع مسؤوليته، تحميل المسؤوليات. الدول يجب أن تتحمل المسؤوليات، لأنه الإعلام الفرنسي على سبيل المثال، وأنا عندي أرشيف للصحف الفرنسية في 2011 و12 و13 كان يسمي الإرهابيين في سوريا والذين يذهبون ويقاتلون الجيش العربي السوري يسميهم كومباتون بور لا ليبرتي، مقاتلون من أجل الحرية. بعد 2015-16 أصبحوا الجهاديون بعد ما اكتوت فرنسا بنار الإرهاب وضربات وجهودين الإرهاب سواء في فرنسا وفي سوريا وفي مكان في العالم. نحن نحارب الإرهاب في كل مكان في العالم. بعد أن اكتوت فرنسا بنار الإرهاب في تلك اللحظة أصبحت تتحدث عن الإرهابيين، عن الإرهابيين، من يقاتل في سوريا هم إرهابيين. بل حسب صحيفة لوموند أرسلت وفدا أمنيا استخباراتيا فرنسيا إلى سوريا يريد أن يحصل على تعاون مع المخابرات السورية ضد الإرهاب والإرهابيين السوريين. قالوا لهم لا، يجب أن يتم ذلك بعودة دبلوماسية كاملة وبطرق وقنوات دبلوماسية، يعني عبر وزارة الخارجية، يعني الاعتراف بالدولة السورية وهم حقون في ذلك. إذن نحن أمام إرهاب وظيفي، وهذا أخطر ما في الأمر، أن لا يكون الإرهاب محلي الصرف بمعنى نابع فقط من منطقة معينة بدون تدخلات وعوامل خارجية. للأسف الشديد الإرهاب الوظيفي قوى عظمى تستخدم الإرهاب، هذه مسلمات وعندنا من الحقائق والبراهين الكثير والكثير. نعم. بما نتحدث عن العوامل أستاذ عبد القادر صوفي، ألا ترون أن التدخل العسكري يعتبر المغذي الأساسي للفغل الإرهابي اليوم؟ كيف؟ لم أفهم السؤال. نعم، سألتك هل ترون أن التدخل العسكري خاصة في منطقة الساحل يعد المغذي الأساسي للفغل الإرهابي؟ هو أنا أقدر أن العمل الإرهابي ما هو إلا أجندة لتقوم به بعض الدول أو عملية متشابكة من أجل تحقيق أهداف معينة. فالتدخل العسكري طبيعة الحال، إذا تحدثنا كل أنواع التدخلات العسكرية التي عهدناها منذ حرب خليج الأولى والثانية وتدخل في ليبيا العمليات العسكرية في مالي، في نيجر، في بوركينا فاسو، كلها عمليات ذهبت في الاتجاه إلى إفشال الدول من أجل دفع والزج بالجماعات الإرهابية. أنا لا أفهم كيف يمكن لجماعات إرهابية متواجدة في منطقة الحدود الثلاث ولها قدرة أكثر من أي دولة من دول الثلاث مجتمعة ويمكنها أن تحطم ربما وتنتصر على جيوش نظامية. هذا لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال دعم لوجستي ومادي من قبل فواعل دولتية، سواء كان من قبل الجماعة المخابرات الدول أو من قبل دول نفسها.
اليوم العمليات الإرهابية من خلال ربما مسح جيوسياسي تمس منطقة خريطة داعش، خريطة داعش التي وضعتها مجموعة داعش هي نفسها الخريطة الشرق الأوسط الكبير، وكأنها استراتيجية عالمية تمس في الكثير من المناطق وتوسع على حساب الدول. ظهر تحدث بريجانسكي، تحدث بعده أيضا منظر أمريكي آخر عن الدول التي ستطالها الجماعات الإرهابية والتي سوف تكون ميدان للصراعات. تحدث برنار أونلي ليفي عراب الثورات العربية والذي كان من وراء الفساد الذي مس كل هذه الدول. أظن أن الخروج عن طبيعة النظام الدولي الذي تطالب به الجزائر عن نظام دولي جديد، اليوم الكثير من العمليات العسكرية التي تحدثين عنها جاءت خارج النظام الدولي وخارج هيئة الأمم المتحدة، سواء كانت المجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة. فكل هذه العمليات جاءت كمراوغة للقانون الدولي وكمراوغة لميثاق هيئة الأمم المتحدة من أجل تحقيق مصالح. انظري مثلا عملية سيف وعملية ليكورن وعملية سرفان وبرخان وتاسك تاكوبا وجي 5 ساحل زائد واحد، كلها عمليات عسكرية جاءت من أجل دحر ظاهرة الإرهاب. وظاهرة الإرهاب مثلا في منطقة الساحل والصحراء كانت ممركزة في منطقة معينة بعدد صغير، لكن اليوم هذه الظاهرة انتشرت عبر كل الساحل والصحراء. تدمير ليبيا كان له الوقع الأساسي لنقل الجماعات الإرهابية من منطقة سوريا ومنطقة الشرق الأوسط إلى ليبيا، وتحدثنا عنه في الكثير من المرات في السنوات الماضية على أن هناك استراتيجية ممنهجة لتحطيم البنى التحتية ولتحطيم الدول من خلال زرع ونشر الجماعات الإرهابية. اليوم تأكد هذا القول أن هذه الجماعات الإرهابية لا يمكنها أن تنتقل بهذا الكم الكبير عبر الأراضي ولا تراها الأنظمة ولا الدول إلا إذا كان هناك نقل جماعي جوي وبري لهذه الإرهابية من أجل أن تحقق أهداف وأجندات معينة. نعم، اتضحت الصورة أستاذ عبد القادر صوفي. أستاذ أمين بالعمري، الجزائر كانت قد اقترحت تنظيم مؤتمر دولي لتنمية منطقة الساحل استنادا إلى مقاربة أصيلة كنا تكلمنا عليها في بداية البرنامج، وهي الدمج بين التنمية والسياسة من أجل خلق استقرار خاصة في منطقة الساحل. كيف ترون هذا المؤتمر وأهميته اليوم؟ إذا سمحت فقط أضيف على ما قاله صديقي الدكتور عبد القادر صوفي فيما يخص التغذية العسكرية للجماعات الإرهابية والتدخلات العسكرية الأجنبية، لأن التدخلات العسكرية الأجنبية في العادة ما تجد في الجماعات الإرهابية كمبرر لهذه التدخلات. الولايات المتحدة الأمريكية عندما تدخلت في أفغانستان في 2003 كان المبرر هو ملاحقة الجماعات الإرهابية التي ارتكبت هجمات 11 سبتمبر. فرنسا عندما تدخلت في مالي كذلك تحت مبرر مكافحة الجماعات الإرهابية. ثم الشيء الذي حصل أن الجماعات الإرهابية أصبحت تبرر خطابها وعملياتها الإرهابية على أنها جهاد بين قوسين ضد التواجد الأجنبي لدولة كافرة إلى غير ذلك. وبالتالي أعتقد أننا في حلقة مفرغة أو يسمى بين قوسين باللغة الأجنبية سيرفيسيو، وهذا ما سمح لاستمرار العمليات الإرهابية والجماعات الإرهابية وسمح كذلك بالتواجد العسكري. أعتقد أن المؤتمر الذي دعت إليه الجزائر ردا على سؤالك في التنمية في منطقة الساحل، أعتقد أن ذلك يقع في صميم المقاربة الجزائرية التي طالما دعت إلى ضرورة المزاوجة بين الأساليب الصلبة والأساليب اللينة في مكافحة الإرهاب. والجزائر قالت دائما بأنه إن لم تكن هناك مقاربة تنموية في منطقة الساحل وفي غيرها من دول العالم لا يمكن أن نكافح الإرهاب بطريقة تمكننا من اجتثاث الظاهرة الإرهابية، لأن بؤر الفقر
والتخلف والعوز والحرمان هي من تشكل مستنقعات للجماعات الإرهابية، وهي من تشكل كذلك أو من توفر الأرضية المناسبة للخطاب الإرهابي من أجل تجنيد المزيد من الأطراف. وبالتالي أعتقد أن المقاربة التنموية مهمة ومهمة جدا من أجل محاصرة الظاهرة الإرهابية ومن أجل القضاء على العنف من خلال هذه المقاربة التي تسمح بإخراج هذه الدول من الفاقة ومن الفقر ومن الحرمان التي طالما شكلت الأرضية الخصبة للظاهرة الإرهابية. نعم. طيب أستاذ رياض الصداوي، كيف يمكن تفعيل آليات التضامن الإفريقي انطلاقا دائما من المقاربة الجزائرية التي تجمع بين البعدين التنموي والعسكري؟ المقاربة الجزائرية دائما كما أقول وأكرر واضحة، لن تعتمد على قيام نوفمبر العظيم، تعتمد على مرجعية الثورة الجزائرية، بمعنى السيادة الوطنية، عدم التدخل الخارجي في شأنها. لاحظي كل عملية الإرهاب جاءت بعد تدخلات عسكرية أجنبية في شؤون العراق. لم يكن فيه إرهاب، دخل الأمريكان احتلوه 2003 بدون أي سند قانوني ولا قرار مجلس الأمن ولا القانون الدولي، هكذا منطق القوة أصبح في العراق إرهاب. نفس الشيء سوريا، حدثت حول مؤامرة وجاءوا بإرهابيين من الخارج وتحدث عن ذلك بشكل واضح وزير الخارجية الفرنسي رولان دوبا حينما سئل في تلفزيون فرنسي كيف حدثت الأزمة في سوريا، قال يعني نظرائي الإنجليز، كنت في لندن وقابلت نظرائي الإنجليز سنة 2009 يعني سنتين قبل الأزمة في سوريا، وقالوا لي نعد مخططا لزعزعة النظام في سوريا ومحاولة إسقاط النظام في سوريا وندرب مقاتلين عرب وجن. لما سألوا الصحفي الفرنسي ولماذا ولأي سبب، قالوا هذا نظام يرفض التوقيع باتفاقية سلام مع إسرائيل، هذا النظام يدعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية فيجب التخلص منه. كلمة يجب التخلص منه، خلاص تشوف في تجمع الإرهابيين في العالم من أعطاهم أسلحة متقدمة وطورة جدا، صواريخ الطاو هذه يدربوا عليها عامين أقل شيء، مليارات الإرهاب وبزنس المال، داعش كانت تمتلك ميزانية أكثر من 2 مليار من الدولارات في العراق وسوريا، نفس الشيء في منطقة الساحل والصحراء، من يضخ هذه الأموال؟ دائما نعود للإرهاب الوظيفي. إذن الجزائر، عودة إلى سؤالك، الجزائر تقول لا للتدخلات الأجنبية، لا للتدخلات الأجنبية غير حميدة، التدخلات الأجنبية أضرت بكل المنطقة من ليبيا إلى العراق إلى سوريا لأي مكان في إفريقيا، لهذا كان واضح، كان موقفها واضحة مثلا في النيجر ضد التدخل العسكري في النيجر، لا قدر الله لو حدث هذا التدخل العسكري في النيجر لأصبحت النيجر مثل سوريا العراق مثل ليبيا بؤرة إرهاب، لأن الإرهاب لا يعيش إلا في الدول الهشة الدول الضعيفة أو في الدول المنهارة تماما مثل حالة ليبيا سنة 2011، الناتو قضى على الدولة الليبية وما زال الأخوة الليبيون يعانون إلى اليوم بسبب قضاء الناتو على الدولة الليبية، أي جيشها الوطني ومخابراتها الوطنية. إذن الإرهاب وظيفي، الجزائر تقول نحل مشاكلنا داخليا بالتنمية وبالتعاون الإفريقي. شكرا جزيلا لكم البروفيسور رياض الصداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف، وأشكر أيضا الدكتور عبد القادر صوفي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وأشكركم أيضا الأستاذ والكاتب الصحفي أمين بالعبي، شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام، ختام هذا العدد من برنامج حديث الجزائر، ألقاكم بألف خير.